السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مباشرة من بيت الشهيد الدركي اللي سحلوا ولد الفشوش بدون رحمة ليلة أمس بالهرهورة. أجواء جد محزنة إخواني اللي كتعيشها المنطقة. كاين إنزال أمني، كاين عناصر ديال الدرك الملكي من فئات مختلفة. إخواني هو كاين حالة ديال الحزن، كاين ارتباك، لأن هذا الدركي حسب شهادات ديال كل الدوار الهري بإقليم خنيفرة، غادي نحاولوا باش نشوفوا أعز أصدقاء ديال هذا السيد مسكين اللي راه جالس تيخمم تيشوف بأن خوه عبد الله ما يعاودش يشوفه. السلام عليكم خويا. سلام خويا. خويا عافاك، راك عزانا وعزاك واحد بسميت كل المتتبعين بسميت كل المغاربه. خويا عافاك، اخي اول مره، اخر مره شتيه وعاودنا على المرحوم مسكين الله يعطيك الصحه. اخر مره شتو راجع عندي الثالث الزوين، فاش فتحت امو عطاوه واحد يومين باش يجي يطلع عليها، وجا مسكين حتى عندي تطلع عليا واحد الساعه ما قال لي وعاد جا لهنايا. هذاك راه ماشي صاحبي، هذاك راه كثر. انا بالنسبه لي راه عز ليا من خوتي. انا راه من 91 عندي بيرمي وتنسوق عمو، وشت في الجدرمية وشت في البوليس وشت تعيد، ما شتش بحال هذاك بنادم، ما شتش بحال هذاك البشر، ما شتش بحاله كاع، ما شتش بحاله. انسان متقي الله، تيصوم مسكين الاثنين والخميس، تيصدق، تيطهر المهلي في والديه، مهلي في حبابه وصحابه. اجي من الشمس اخويا، انا اجي من الشمس عافاك. نعم اخويا غير هذا. ايوا نعم اخويا. قلت لك اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا السيد هذا راه حرقنا في هذا الرجل. هذا راه ماشي صاحبي انا، ولا راه اكثر من صاحبي، اكثر من خويا. انا تنفضلو على خوتي، تنفضلو على خوتي. علاش؟ لان واحد الانسان راه ما كاين ما نقول لك، ما انا اللي حد الساعه مازال ما مصدقش. اخر مره شتيه مسكين؟ اخر مره هي قلت لك فاش جا عندي للدار، جا عندي تلسي زوين، قعد معايا نص ساعه وجا لهنا. عنده يومين باش تعرف الانسان راه تصور جا من الرباط، هود لمراكش لسيد زوين ورجع وجا لهنا لدارهم. طلع عليهم الله يرحمه، مجوج. ايه تجوج مسكين، وعنده وليد وسام. يلا تهرو، لمن خلاه هذا اللي يتموا على ولدو؟ لمن خلاه هذا الدري؟ لمن واحد مو مسكين، راه واحد مو كيبغي تكون دروك حالته، كيبغي تكون كي غتوصل لهنايا، كي غادي توصل؟ حنا تنطلبوا من الناس المسؤولين ومن صاحب الجلاله يتخذ جميع التدابير من اجل محاكمة هذا. ماشي مسلم، هذا راه كافر. هذا مادام وقفت قدامه اللبسه ديال السلطه وحبساتو باش يوقفوا قدامها، راه ماشي قدام غير هذاك الدركي، راه قدام الدرك كاملين، قدام محمد السادس، قدام الدوله كامله قدامها. ما اعتبرش شي واحد، ما عرفش، تيحسب راسه هو ما عرف فوق العالم كله. لهذا تنطلبوا منهم، تنطلبوا من صاحب الجلاله، ماشي من شي واحد، من صاحب الجلاله ياخذ لنا حقنا من هذا السيد. هذا راه حرقنا في هذا السيد. ما راه قلت لك انا بعد انا ما باقيش عرفت اش نقول، ما نكذبش عليك، راه ما عرفتش اش نقول، وما بان ليش شي واحد اللي غادي يجي في المكان ديالو، ما بانش ليا. وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم امين يا اخي، اللهم امين يا اخي، اللهم امين. الله يحفظك اخويا، انت الاخ ديال المرحوم يا خويا، اخوتك المغاربه وما معك اخويا حميد. انا الاخ ديال عبد الله مهرازي اخويا. انت مع اخوتك المغاربه تقول؟ نعم اخويا. اخر مره شفتو يا اخويا حميد، شفتو اخويا في سيدي زوين بيت. انا راه مؤخرا اخويا راه ما شفتوش بزاف، راه جوج خطرات جا لهري ما شفتوش، حتى يجي بيه اليومين. ما كاين ما نقول لك اخويا حميد، انت شوف اخويا هاد الماساه تاع حميد اللي جدر ما يدوز عليه، مخزني تقطع عليه راسو، بوليسي تحيد ليه صبعانو. اش هاد المغربه حميد؟ ايش هاد المغرب اخويا؟ واش دولة هادي؟ ايش هاد الشيء؟ واحد الانسان اللي كيوقف وانت ناعس وفي الاخر تجي ودهس وانت يا بطوموبيل، ما عندك محنة، ما عندك شفقة، ما عندك انت ولاد، ما عندك. ولاني كاين الله، كاين ربي، واخا غادي يحكم شي واحد ولا، ولاني كاين الحكم ديال الله. لا ما رضى فيها السي حميد، حيت الحكم ديال الله تيكون في الحاله ديال الوالده ديالك اخويا. الحاله ديال الوالده عيطات لي بعد الصباح، كنت اخويا كنحفروا القبر، قالت لي راك وليتي يتيم. امي فتي باش توقف معايا يا حميد، هي تزيد تسقط لي يا حميد. والله ياخذ فيه الحق اخويا حميد، الله ياخذ فيه الحق اخويا. وهي تمنى يا اخويا حميد، شو انا يا اخويا ما عولنا على هادي يا اخويا حميد.
الحمد لله. اخويا تقريبا 30 عام دابا تقريبا، مزوج وعندو وليد. راه تزوج مسكين وكون الاسره ديالو، بحال تزوج دابا مسكين وكون الاسره ديالو، واحد القريبه من القريبه ديالو، بنت الخاله ديالي. تشوينا يا حميد تشوينا، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق اخويا في اللي كان ظالم. ولكن حيله وسباب. انا تصدمت اخويا حامد. اخر مره مسكين شنو، اخر مره انت اللي شتي اش كتذكر اخويا. واه اخويا تنذكر كيجي للقبور حميد، كيبغي لي يجي للقبور تمايا، تيقول لي جاب واحد القبر ديال الجده ديالي وما مبنيش عميد، ويقول كلها حتى تبني، قال كلها حتى نعطيك غاتريق ب 100 درهم حميد، ومشيت جبت اخويا السلعه وبنيتو. قال لي واخا تعوجو هي اللي بان ونوري لك حميد. هو مسكين راه عارف غادي يجي عندي، غادي يجي لتما، حيت انا خدام تما خويا حميد، جا قدام الدار. ودابا راه حفرنا ليه بجوار الاب ديال الزوجه ديالو، تجمعوا كاملين حميد غادي تشوف كل شيء اخويا. واخويا الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق اخويا. انا راه جاني التليفون البارحه، انا كنت في الجمعه، انا كنت في ام الربيع كنصلي في خنيفره، المدام ديالي مريضه ديتها تدوز واحد الفيزيتا اخويا. جيت خرجت اخويا تلقى داير السينوس التليفون، تلقى 8 ديال الزابيل. عاد باش جاني الخبر من صاحبه من مراكش. نعم اخويا، إيه شنو الرساله اللي بغيت تقولوا انت محروق يا اخويا؟ يا اخويا راه صافي. شوف انا تنوجه رساله لهاد الناس اللي كيديروا هاد المشاكل، غدا ضرب مخزني، غدا ضرب جدارمي، غدا ضرب بوليسي، غدا واش من حاله هادي يا حميد؟ واش من حاله هادي؟ واش حنا دابا واش حنا كنقلبوا نعيشوا ولا كنقلبوا نموتوا؟ مسكين مشى يجيب ضغبه ديال الخبز. الويساب صدق بعيسى خويا، لا صباط لا تقاجر اخويا، رجلي تلواو. انا راه شفت الفيديو يا حبيبي، كنت في داري اخويا، راه كنت في لاستاسيون، راه ما كنجلسش انا عند وليد الدار، عندي داري اخويا، عندي محطه هيدرولوجيه كنخدم اخويا. مشيت لتمايا صافي، المدام ما صبراتش، الله يعاون الشيء اللي كاين. لا حول ولا قوه الا بالله. واخويا نعم الله يرحم والديك اخويا، النبي وصل وعزنا وعزكم، وحده احنا معاكم اخويا. الله يرحم والديك، الله ييسر لك الامر اخويا. اخر كلام، اخر كلام، هذا الملف كان تابعوه حميد، اقسم اقسم بالله. كنهضر معاك حيت انت هي كتوقف مع ولاد الشعب، حيت انت ولد الشعب. ديما كتبع الصفحات ديالك اخويا، وكنتالم حميد حتى جا النهار ديال خويا. كنقول شوف هذا حميد اللي كيمشي ازرو، يمشي هنا ويمشي هنا. حتى جات النوبات عبد الله، حتى جات النوبات خويا. يا خويا حميد الله ياخذ فيه الحق، حشاك اخويا لا ياخذ فيه الحق اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ما خصناش نبكيو بزاف حميد، عاود باش ما يغضبش علينا ربي. الحمد لله، نحمد الله ونشكره. وحوت ياسين الوالده مسكينه، هذه الحق الله يسهل عليك. الله يرحم الوالدين، حسبنا خو الله يرحم والديكم اننا غادي نتبع معكم بعد قليل. احنا عارفين يا حميد، ماشي تا اول مره نعرفوك. تنستنكروها اخويا، تنستنكروا. لا اله الا الله. اذا اخواني هذه الحاله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. إذن إخواني كنتواجدوا في المنطقة ديال الهري، المنطقة اللي تنتحادر منها ذلك الدركي اللي مشى شهيد لقمة عيش ليلة أمس بنواحي الهرهورة. عزاؤنا إلى جهاز الدرك الملكي، جاء عزاؤنا إلى العائلة الصغيرة والكبيرة لهذا الشاب اللي مشى ضحية ديال تهور، أو ضحية ديال كما تنقولوا ضحية ديال الدسارة، أن دركي بكسوتو فواسط النهار ماشي حتى بالليل بالنهار، انه باش يجي ولد الفشوش ويتعمد انه باش يدخل فيه ويسحلو ويزيد، وكانه شيء حتى شي حاجه ما وقعت، في حين ان هذاك الروح
وهذاك دركي مسكين لا اله الا الله شاب لي ان يا الله مسكين طهر لوليداته من العيب والعار طهر ولده مسكين يا الله مسكين تحاول باش ان يجيب ولده مسكين باش ان تشوفوا الام ديالو الا ان الام ها هي اليوم راه لازال تنشوفوا راه جايه في الطريق مسكينه وهز الولد ديالو ولدها من بعد ما فقدت ولدها. كنشوفوا بان انزال ديال الدرك الملكي من كل الفئات والعناصر والرتب كاين تعليمات في هذا اليوم الاسود اللي كيعيشوا جهاز الدرك الملكي اللي فقد واحد الشاب اللي حسب معلومات اللي توصلنا ان من خيرة شباب قرية الهري. لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله. اذا اخواني عزاؤنا واحد هذه الحقيقة ونطالب بتشديد العقوبات على كل من تطاول على رجال الامن والدارك. هذه الحقيقة لان الناس مساكن اللي تيحاولوا نتناعس يا اخي المواطن في داركو هو مساكن مع محاين السيرفيس. ولكن كيف يعقل ان اليوم غادي نسمعوا بان واحد تيشوف فيه نيت نيشان وغادي يقتلو ويسحلو قدام الرفيق ديالو. تحية حتى لذاك الزميل ديالو اللي مسكين ولو هكاك شد الاعصاب ديالو كما بان في الفيديو وحاول مسكين انه باش يقدم يد المساعدة لان ما حاولش يستعمل لا السلاح الناري او لا حتى شي حاجة حاول انه يضبط لان الزميل ديالو مات قدام عينيه. تحية اخوكم حميد العقاوي وعزاؤنا واحد في انتظار وصول جثة الدركي شاهد لقمة العيش. سترقب بالمباشر لحظات اللي غادي نعيشوها كاملة وغادي نتألموا كاملنا لهذه اللحظات ديال الوداع ديال شهيد لقمة عيش. تحية اخوكم حميد العقاوي وإنا لله وإنا إليه راجعون.